وأكد البيان الختامي للقمة العربية في نسختها 33 التي استضافتها مملكة البحرين أكد على إدانة سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تجديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية وفقدان سكان غزة شريان الحياة الرئيسية. وطلب البيان إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح الفلسطينية من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن. كما شدد البيان الختامي للقمة العربية على الموقف العربي الثابت والدعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، مع الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي.